لا شك أن القضية الوطنية تمر بمرحلة دقيقة وحاسمة بالنظر إلى أولا الموقف الروسي الذي عبر عنه المندوب والسفير الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة عندما أشار إلى أن مجلس الأمن يتغاضى أو يتعمد الإشارة إلى مجموعة من الكلمات الجديدة ويعمد على أفول وإقبار تقرير المصير، وهو بذلك يختزل المعادلة والصراع الحامي الوطيس بين المغرب والأطراف الأخرى، بحيث أن المغرب وبمقتضى القرار 24-14 أدرك من حيث يريد أو لا يريد الخصم أن يعترف بذلك، أدرك النجاح وأن الاستمرار كما قلت في الندوة، الاستمرار في هذا النجاح هو أعقد وصعب من إدراكه، وبالتالي فإن على الدبلوماسية المغربية أن تحافظ على هذا التفوق، أن تحافظ على هذا النجاح، لأنها ضغطت ولأنها أفلحت ونجحت في أن يستمر مجلس الأمن في اعتماد المقاربة السياسية على مستوى الجوهر، هذه المقاربة السياسية التي زاد في أوصافها من خلال الحل السياسي العادل ثم المتوافق عليه والذي يرضى به الجميع، إلى القول وأن هذا الحل يجب أن يكون واقعيا وعمليا، وهنا يلتقي مع مبادرة المغرب بالحكم الذاتي التي تقدر سبق لمجلس الأمن واستمر واسترسل واضطرد في الإشهاد على لهذه المبادرة بأنها ذات مصداقية والجدية والواقعية. إذن هذا الالتقاء في الواقعية هو نبذ وتجنب لمبادرة وللبوليزاريو بالاستفتاء والانفصال، وبالتالي يبقى الآن هو كيف يمكن تثبيت وترسيم مبادرة المغرب بالحكم الذاتي تستمر في إطار مناقشة مجلس الأمن وفي إطار مناقشة جميع آليات الأمم المتحدة، ولتكون عنصرا جوهريا وفعالا في إطار عملية البحث عن الحل، وهي التي أشار إليها المغرب أنها يجب أن تكون قاعدة وأن تبقى الصحراء داخل سيادة المغرب. هنا المجهودات يجب أن تتضعف، الدبلوماسية يجب أن تتفطن أكثر وأن تكون حذرة وذكية، لأنه لا يجب عليها أن تدع سواء داخل جولات مفاوضات المائدة المستديرة أو غيرها أن تدع النقاش حول تقرير المصير، لأن مجلس الأمن في تذكيراته وفي توجيهاته جعله في المرتبة الثانية ورهين بالحل السياسي الذي يسعى ويذكر مجلس الأمن أنه على الأطراف أن يصلوا إليه. وهنا فإن حتى مجلس الأمن ملك الأطراف ابتداع وابتكار طريقة جديدة لتقرير المصير، وليسوا مرهونين بالأشكال المتعارف عليها في القانون الدولي، لأنه هنا مجلس الأمن يحافظ على إرادة الإطراف في الوصول إلى الحل وفي كيفية الإشهاد على هذا الحل.